السلام عليكم، معانا فيديو جديد النهاردة. يتمنى اللي هو يبقى أحسن من الفيديوهات اللي فاتت من ناحية الصوت ومن ناحية الصورة. هنتكلم النهاردة عن الفرق بين جمجمة الراجل وجمجمة الست. هيفيدنا في إيه في البورتريه؟ ممكن يفيدنا مستقبلين، هنعرف في الفيديوهات الجاية. بس ممكن وأنا بشرح كده تبدأ تستوعب حاجات أنت مكنتش فاهمها. طب ليه دي كانت بارزة؟ ليه دي كانت داخلة لجوه؟ ليه دي عند الراجل مستقيمة؟ دي عند الراجل واخدة كيرب، يعني الست واخدة كيرب، وهكذا. طيب احنا هنقسم الجمجمه ثلاث اماكن، هشرحها على ثلاث اجزاء. ادي اول جزء منطقه العين بالجبهه، تمام؟ ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني هيبقى منطقه الفك. الجزء الثالث هيبقى منطقه جنب الوش، جنب الجمجمه او جنب الوش بالظهر. طيب في معلومات هتفيدنا، وفي في نقط هتفيدنا في البورتريه، وفي نقط مش هيبقى ليها لازمه، بس مجرد نعرفها للعلم بالشيء. اول منطقه منطقه العين. ايه الفرق بين الراجل والست في منطقة العين؟ في حتتين، الاوربيتال اي اللي هي الجزء بتاع العين اللي هو فتحة العين، عند الراجل بيبقى مربع اكتر من هو عند الست بيبقى دائري. عند الراجل بيبقى ده مربع اكتر من عند الست بيبقى دائري، منطقة الاوربيتال اي، تمام؟ طيب في منطقة هنا، المعلومة دي ممكن تفيدنا وممكن ما تفيدناش. في منطقة اسمها السوبرا اوربيتال اورجين. السوبرا اوربيتال اورجين ده اللي هي الجزء دوت، الجزء دوت بيبقى عند الراجل ليه سمك. طيب تعال نرجع، بس اقول معلومه بس من البدايه. الفرق بين جمجمه الراجل وجمجمه الست في المطلق ان وزن جمجمه الراجل اكبر من وزن جمجمه الست، وسمك عظم جمجمه الراجل اتخن من سمك عظم جمجمه الست. وفي معلومه كده ان جنرال في الجمجمه بتاعت الست عموما اللي ما عندهاش زوايا، ما عندهاش زوايا. يعني مثلا نشوف مثلا في الفك ما عندهاش زوايا، هنشوف مثلا في العين في الاوربيتال اي ما عندهاش زوايا، فعندها كيرفات اكتر من راجل. الراجل عنده زوايا اكتر. تعال نشوف، بس نرجع لمنطقه العين. طيب احنا قلنا اللي اول فرق بين جمجمه الراجل وجمجمه الست، الاوربيتال اي عند الست بتبقى دائريه اكتر من عند الراجل بتبقى مربعه. طيب تاني معلومه او تاني نقطه اختلاف في الجلابيلا اللي هي الجزء ده، الجزء دوت بيبقى عند الراجل بارز اكتر. الجزء ده بيبقى عند الراجل بارز اكتر، فبيبين ان الجزء بتاع المناخير اللي هنا غائر اكتر لجوه. يعني ده بيبقى بارز اكتر، فبيبين ان ده داخل اكتر لجوه. هو لو هنيجي يعني عند الست دي بتبقى الى حد ما فلات اكتر او كيرف اكتر. عند الراجل لا، بتطلع كده وبعد كده تروح داخله لجوه وبعد كده تروح طالعه تاني، عشان منطقه الفرونت بوني الجزء دوت بتاع القورة تبقى عند الراجل واخده كيرفين، كيرف الجلابيلا وكيرف الفرونت بون. طيب الفرونتال بون كده خلصنا الجزء بتاع العين. طيب تعالوا نروح بقى لجزء الفك، عشان ده مهم جدا وفي نقط كتير جدا. طيب جزء الفك اللي هو الماندبل فك، في كذا نقطه اختلاف. اول نقطه اختلاف في الجزء بتاع الزاويه اللي هنا، جزء الزاويه ده بتبقى عند الراجل زاوية الانجل اوف ماندبل، الجزء دوت بيبقى عند الراجل زاوية اكتر من عند الست، بيبقى عند الست واخدة كيرف على طول، كيرف مفيش الزاوية دي، تمام؟ يبقى عند الراجل بتبقى زاوية زي ما احنا شايفين، هي تقريبا 85 درجة، عند الست بتبقى كيرف اكتر. طب في نقطة تانية هنا بقى في الرانوس اوف ماندبل. في الرانوس اوف ماندبل الجزء دوت بيبقى مجنح. يعني ايه؟ شايفين الحتة دي؟ عند الست بتبقى نازله كده عادي، واخده الكيرف نازله كده عادي، عند الراجل لا بتبقى مفتوحه كده. الجزء ده عند الراجل ده بيبقى مفتوح كده، بيبقى مجنح كده، طالع لبره كده وطالع لبره كده، عشان كده دايما الفك بيبقى باين كده وباين كده. عند الست لا، دي مش باينه، عند الست دي واخده كلها كيرف على بعضيها. يبقى في نقطتين هنا في الانجل وفي الريموس. الانجل بيبقى الجزء ده عند الراجل واخد زاويه، عند الست بيبقى كيرف. طب بالنسبه للريموس في ماندبل، الجزء ده بيبقى عند الراجل مجنح لبره او بارز لبره، عند الست لا بيبقى طبيعي، بيبقى داخل لجوه. طيب في نقطه ثانيه، الفرق بين الراجل والست، الجزء ده، الجزء ده، تمام؟ الجزء ده بيبقى عند الست بيبقى مدبب او كيرف، بيبقى مدبب او كيرف، تمام؟ عند الراجل، عند الراجل الجزء دوت بيبقى عريض شويه، عريض عريض. دايما برضو نلاقي ان اللي هي طبع الحسن بيبقى عند الراجل اكتر من عند الست، بسبب ان الجزء ده بيبقى عريض، تمام؟ طيب تعال نبص بقى للجمجمه من تحت.
عند الراجل بيبقى الجزء دوت بيسموه يو شيب، بيبقى على حرف اليو. عند الست لا، بيبقى في شيب، بيبقى الجزء دوت عشان دي بتبقى مدببة، فبيبقى الجزء دوت بيبقى على شكل حرف الفي. تمام. طيب كده احنا خلصنا الجزء بتاع العين والجزء بتاع الفك. طيب عندنا جزء هنا الخد، الزيكوماتيك بون. الزيكوماتيك بون عند الراجل اللي هي الجزء ده اللي هي عظمة الوجنة، اسمها الزيكوماتيك بون. تمام، عشان بس اتأكد، الزيكوماتيك بون عند الراجل بتبقى بارزة أكتر من عند الست. عند الست بتبقى واخدة الكيرف كده لجوه ممسوحة على طول، عند الراجل لا، عند الراجل تروح عريضة كده تروح داخلة لجوه. تمام. يبقى الزيكوماتيك بون دي عند الراجل بتبقى بارزة أكتر من عند الست، عشان كده دايما تلاقي عند الراجل الحتة دي معظمة عند الست، الست بيبقى عندها خطوط. تمام. طيب كده احنا خلصنا الجزء اللي قدام. عندنا الفرونتال بون اللي هي الجزء الأمامي بتاع الجمجمة. عند الراجل زي ما قلنا في الجلابيلا ديت الجزء دوت، وفي الفرونتال بون بتبقى طالعه. لا، عند الست دي بتبقى كلها كيرف على طول، دي بتبقى كلها كيرف. ممكن تبقى كلها كده وبعد كده تاخد الكيرف بتاعها، او ممكن تبقى كلها كيرف على طول. عند الراجل لا، عند الراجل لازم تاخد كم مطب في الجزء ده. طيب كده احنا خلصنا الجزء الامامي بتاع الجمجمه، وده الجزء اللي يهمنا. طيب في الجزء اللي مش يهمنا قوي ده اللي هو الجزء ده، الميستويد بروسيس. الجزء ده الميستويد بروسيس ده بيبقى عند الراجل بارز اكتر، بارز اكتر من عند الست. عند الست بيبقى كيرف اكتر، يبقى عند الراجل بيبقى بارز اكتر، عند الست بيبقى كيرف اكتر كده، مش بارز زي ما احنا شايفين. طيب ده بالنسبه للميستويد بروسيس. طيب عندنا اخر حاجه الجزء الخلفي بتاع الجمجمه، ودي مش مهمه بالنسبه لنا لدرجه ان انا مش فاكر اسمها. اسمها تعال نغش، اسمها اكسترنال اوكسيبيتال برو تيوب بلانس، برو تيوب بلانس، اكسترنال اوكسيبيتال برو تيوب بلانس. الجزء ده تمام، الجزء دوت بيبقى عند الراجل، الجزء ده اللي في الافه ده، الجزء ده بيبقى عند الراجل بومبي اكتر او رف او في مطبات. عند الست لا، بيبقى ناعم. كل دوت عشان نقول المعلومه اللي مالهاش لازمه. الحمد لله. طيب يبقى دي الفروق الاساسيه عند الراجل او اللي بتاثر في البورتريه: عرض الدقن، عرض الفك، زاويه الفك، الجلابيلا، عظمه الوجنه، الزيكوماتيك. تمام كده. طيب يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو ده في حاجه، وان شاء الله هنكمل باقي المعلومات في الفيديوهات الجايه.